بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل من لا يقل عن 94 مقاتلا من داعش بضربات لسلاح الجو العراقي في منطقة القائم قرب الحدود الغربية بين العراق وسوريا، وهي آخر المعاقل التي يحتلها التنظيم في البلاد بحسب بيان للجيش. وأوضح البيان أن الضربات استهدفت 6 مواقع في المنطقة الحدودية أسفرت عن قتل الإرهابيين ومن بينهم قياديان. سيطرت قوات الشرعية اليمنية على مبنى محكمة مديرية عسيلان غربي محافظة شبوة بعد معركة عنيفة ضد ميليشيات الحوثي وصالح. كما قامت القوات الشرعية بعد السيطرة على المبنى بتنظيفه من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون حول المبنى وداخله. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على ضرورة حل الأزمة القطرية وفق التزامات قمة الرياض بالوحدة في مواجهة الإرهاب. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب والملك سلمان ناقشا خلال الاتصال الهاتفي التهديد الإيراني لأمن المنطقة، إضافة إلى الحاجة لهزيمة الإرهاب ووقف تمويله. أجرت الولايات المتحدة اختباراً لدفاعاتها الصاروخية وتمكنت بنجاح من اعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى قبالة سواحل هاواي وفقاً لما أعلنه البنتاغون. وأجرت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية والبحرية الأمريكية الاختبار بواسطة المدمرة الأمريكية USS جون بول عبر صواريخ موجهة. ويأتي هذا الاختبار بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات حلق فوق اليابان. ازداد عدد الفارين من ولاية تكساس بعدما ضربت العاصفة هارفي مدينة هيوستن بكميات قياسية من الأمطار والفيضانات التي أجبرت الآلاف على ترك منازلهم. وأودت العاصفة التي تتحرك ببطء بحياة 22 شخصا على الأقل، وشردت أكثر من 32 ألف شخص منذ أن وصلت إلى اليابسة. توافدت الجموع الأولى لحجاج بيت الله منذ الساعات الأولى من فجر اليوم على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج، حيث ينتظر أن يقضي أكثر من 2 مليون حاج يومهم إلى غروب الشمس في عرفات قبيل النفير إلى مزدلفة. وتقول السلطات السعودية إنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج. الموجز إلى اللقاء.